بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا مكملين في الابيسود ده برضو مع الابيرنس ولازلنا واقعين في الويدجتس. يعني نتكلم إن شاء الله بإذن الله اليوم، يعني راح ننهي الحديث عن الويدجتس بعد ما حكينا في مجموعة الويدجتس المتاحة. ومن تاني يا جماعة بنعيد الكلام مرة تاني، الويدجتس دي بتتوقف على نوع الثيم اللي انت عامل له اكتيفيشن. يعني الويدجتس اللي موجودين عندي ممكن يختلفوا لو انت غيرت الثيم، يعني ايه ممكن تلاقيهم زيادة او ممكن تلاقيهم نقص، ممكن تلاقي حاجات من عندك مش عندي، عندي مش عندك، على حسب الثيم والديفولوبرز اللي بيتيحوا لك الادوات دي في قلب الثيم تبعها. طيب راح نحكي في الاول، هنشيب احنا بعد ما اتكلمنا عن السيرش مش راح نحكي بشكل مباشر في ار اس اس دلوقتي، وهنركنها مع الميتا ومع الكاستم منيو. هنقول ان هنحكي في حاجه اسمها التاج كلاود. خليني نسحب تاج كلاود. بالمناسبه يا جماعه مش مساله، مش دايما بتمشي في دروب وداون، الدروب والدراج يعني مش لازم انت تمسكها وتحطها في ايدك، انت ممكن تضغط عليها كليك واحده فبيقول لك انت عايز توديها فين، في المين سايد بار او في الشوكيس، في الفوتر اريا 1، في الفوتر 2، 3 براحتك. مثلا خلينا نختار في المين سايد بار وفنش الامر باد ويدجت، هتلاقيها اضافت للمين سايد بار كانك انت سحبتها وحطيتها بنفسك يعني. فانت ممكن هنا تكتب سحبت الكلمات. والتاكسونومي، التاكسونومي معناها ان هو هيرتب لك المصطلحات. ها ازاي؟ بالتاجز ولا بالكاتيجوريز ولا باللينكس؟ هو اساسا يعني ايه تاج كلاود؟ طب اوكي خلينا اعمل شو تاج واعمل سيف وانت هتفهمني، يعني انت هتلاقيها في السايد بار. اكيد انت اكيد شفت القصه دي قبل كده، سحبت كلمات دلاليه. خليني اشيل الكاونتر. طيب ممكن تبقى تبان اكتر لو كانت بالتاج، عارف انت هتبان اكتر لو كانت، لو انا خليتها بالكاتيجوريز وعملت ريفرش. صح كده. بص يا سيدي، ديت التاج كلاود، سحبت الكلمات الدلاليه دي اقرب لانها تكون ايه، مجموعه من الكلمات الموجوده في مكان معين. طبعا هي مترتبه بشكل عشوائي فيها على حسب الحاجه اللي انت بتختارها. يعني انا مثلا انا مختار الكاتيجوريز فعرض لي كل الكاتيجوريز اللي عندي. انا عندي كام كاتيجوري؟ عندي كرييتيف وعندي اي ليرنينج وعندي فليبد ليرنينج وعندي ان كاتيجورايز، عندي اربعه. طيب انت مش واخد بالك ان في اي ليرنينج حجمها كبير شويه؟ ايوه بالظبط كده، الحاجات اللي مذكوره كتير، الحاجات اللي فيها اوبجكتس، فيها بوستس كتير، يعني فيها اكتر، في اكتر من بوست، يعني الكاتيجوري دي في اكتر من بوست واخدها، فبالتالي بتلاقي ان حجمها كبير شويه. ايوه دي يا جماعه سحبت الكلمات الدلاليه. طيب انا لو غيرتها وخليتها مثلا بالتاجز وعملت سيف، وهنا طبعا انا ممكن اشوه التاج كاونت العداد، يعني بمعنى ان هو الاي ليرنينج اتذكر مره ده مره ده مره ده مره كده، بحس ان الناس تبقى عارفه ايه التاجات اللي موجوده عندي. ده نوع من انواع الفلتره يا جماعه، يعني انا لو ضغطت على اي ليرنينج هيبتدي يجيب لي فلترنج لكل التوبكس البوستس اللي فيها التاج بتاع الاي ليرنينج. فهي دي فايدة وجود سحابة الكلمات الدلالية او ما نطلق عليه التاج كلاود. طبعا من السيرش انجن اوبتمايزيشن سي او هيكون لها كلام تاني ان شاء الله باذن الله. الجانب التاني عن تكست كليك، خليها برضو على المين سايد بار، على المين سايد بار نعمل اد للويدجت، وده ويزرد بسيط جدا يخص باضافة معلومات. مثلا ممكن نكتب حاجة بسيطة زي مثلا من نحن، ونكتب هنا مثلا فريق العمل ومجموعة من النصوص المختلفة اللي ممكن من خلالها انت يعني تكوبي وتبيست وتضيف اللي انت عايزه. ده وزارة ده التكست اديتور اساسا، يعني يبقى الوزارة بتاع التكست ده بيضيف لك بيديك الابيليتي انك تحط نص معين، والنص دايت كمان ليك الحرية انك تستايله ان اتش تي ام ال. يعني انت ممكن تكود على القصه دي باكواد اتش تي ام ال. اي نعم هي مساله بسيطه، بس انت ممكن برضو تختار حاجه معينه وتعمل لها كودنج وتغير فيها والكلام البسيط ده. ده الوزارد بتاع تكست. واكيد انت ايه ربما في اجزاء معينه من الموقع بتاعك راح تحتاج ان انت تضيف بلوك خاص بالتكست، خصوصا ان هو عمل لك حاجه جميله من تحت كده. لو بصيت هتلاقي في حاجه اسمها انكتف ويدجتس، بيقول لك بص يا سيدي فايند اس ومديلك فايند اس حاجات جاهزه ممكن تكتب تمنتج عليها، اباوت ذس سايت مديلك حاجات جاهزه ممكن تمنتج عليها، وبرضو عندي فايند اس وعندي، يعني انا عندي اثنين تكست تقريبا، خلينا نعمل كلير، والاثنين دول انا مش محتاجهم، يعني الحاجات اللي هي من اكتف مش متاكتف عندي يعني.
طيب ده بالنسبة للتكست والتاك اوت. خلينا ندرج فيديو بكليك على فيديو. خلينا المرة دي فوتر 1 ونعمل ادويت جيت. فالوزر ده خاص بدرج فيديو اد فيديو. انت عارف انا هعمل انسيرت فروم يو ار ال على البر عشان انا مش هرفع فيديو طبعا يعني. واروح اجيب التريلر بتاع فيلم مميز جدا يعني ونعمل شو شويه يعني. الفيلم اسمه انسبشن. انسبشن في الترجمه بتاعتها بتعني استهلال يعني. طبعا الفيلم ليوناردو دي كابريو جوزيف جوردن ليفيت 2010 اوسكار احسن ممثلات بصريه. كومنتد يا جماعه الفيلم ده انت تتفرج عليه يعني. هيحاول يديلك بريف حاجات كده غريبه و اي جس اخمن انك طبعا مش هتفهمه من اول مره تمام. هتحتاج انك تعيده وتحتاج حد يكون موجود جنب منك او ان انت تسمع السمري بتاعه علشان تفهم. لان ايه فيلم خيال علمي بس قصته جدا جميله. الشاهد يا جماعه انت ممكن تضيف فيديو هنا. طيب الجانب اللي جاي جانب جدا جميل جانب جدا مميز ممكن ما نلاقيهوش في ثيمز كتير. ها يعني الحاجات بتاعت التكست والفيديوز والكاليندر والكلام ده ممكن تلاقيه يعني. بس اقصد الحاجات اللي ممكن مش تلاقيها كتير هي الإيفاميرا. طيب الإيفاميرا ده عباره عن نوع من انواع الفلتره بالراحه كده. الويدجت دي بتخليك تلست اخر اسايد وستاتيوس وكيوت ولينك. لا لا بالراحه بتفكرك بايه يا جماعه الحاجات دي؟ اسايد وستاتيوس وكيوت ولينك. ها بلاي وان بونص للناس اللي تفتكر. ها ها على طرف لساني اهي. ايوه كده بتفكرك بحاجه كان اسمها فورمات في البوست. طيب بسيط خليني اروح للبوست كده افكرك بيها مره ثانيه. انا عندي البوست ده من نوع ايمج، البوست ده من نوع ستاتيوس، والبوست ده تقريبا ده كيوت او ده اقتباس، وده ستاتيوس وده مش من نوع. خلينا نعمل له اديت ونخليه ده اسايد. ده ستاندرد. خليني اصيد. فاكر افتكرت انت القصه دي. خليني اخليه اصيد واعمل ابديت. اتضايق بقى وارجع مره تانية للويدجتس يا جماعه. في الابيرنس هرجع مره تانية للويدجت. هي دي قصه الايفاميرا. تمام كده. الايفاميرا نوع من انواع الفلتره. خلينا نسحبها كده على ايه؟ على وان ونعمل اد ويدجت. تمام كده. عايز ايه؟ عايز مثلا 10 وانا ابتدي اضغط على ايه؟ مثلا اضغط على سيف وهروح واعمل ريفرش مكان الفيديو هلاقي حاجه مختلفه. هلاقي ايه؟ هلاقي بص يا سيدي ادي الايفاميرا فيها 01 والتعلم المقلوب والمشاعر الابداعي. 01 ده لو انا رجعت للبوست تبعي هصنفهم لك. 01 ده كان ستاتيوس اهو. 01 ده موجود. الجانب الثاني كان ده كانت اسايد. التعلم المقلوب هتلاقي التعلم المقلوب موجود. المشاعر الابداعي كان نوعه ايه؟ اكيد كيوت. المشاعر الابداعي كان اقتباس. الايفاميرا نفسها لو انا رجعت الابيرنس ويدجتس هتلاقي ان هو في الديسكربشن بتاع الديسكربشن بتاع الويدجت بيقول لك بص انت بتستخدمني في حاجات زي الاسايد 1، الاستاتيوس 2، الكيوت 3 واللينك بوست. يعني هي بتشتغل مع ايه يا جماعه في البوستس؟ خليني كاني اضيف نوع جديد. بتشتغل مع اربع انواع بس، الاسايد واللينك والستاتيوس والكيوت. يعني ما بتشتغلش مع الجاليري والايمج، ما بتشتغلش معاهم. تمام كده. طيب انا لو ادرجتها ايه اللي هيحصل؟ هيروح يجيب لي كل البوستات اللي موجوده من الانواع دي. يعني نوع ده نمط من انماط الفلتره باربع انواع على وجه التحديد. تمام كده. وانت طبعا وانت بتدرجها ليك الصلاحيه في انك تعمل ايه؟ ليك الصلاحيه في انك تحدد عدد البوستات اللي ممكن توصل معاك بطول الصفحه. يعني لغايه 10 ممكن اخليهم 2، فانا لو خليتهم 2 هلاقي ان الوضع اتغير لان انا ايه عندي 3 فهلاقي 2 بس هم اللي ظهروا. وايه الامور دي؟ ده بالنسبه كده للسيريز بشكل عام عن الويدجتس. في السكرين اوبشنز لو انا عملت انيبل اكسسبيلتي مود او بيسموه كده زي وضع السهوله يعني، فبيروح يعمل لك بيغير لك القصه الجانب جميل خالص. بيخلي لك كل ويدجت انت لو عايز تضيفها اضغط على اد، ولما تيجي تضيفها بيقول لك الوزارد بوضع سهل خالص. بيقول لك اكتب لي العنوان والخصائص وعايز تضيفها فين، ويعني عارف انت اختار لي المكان بتاعها. وانا عندي ايه مثلا؟ انا عندي مجموعه من الحاجات. الويدجت اللي احنا مثلا اخترناها عايزين نحطها، انا حتى نسيت انا كنت عايز احطها فين. مثلا الاوديو انا عايز اضيف الاوديو، هضيفها فين؟ في المين سايد بار. اختار مكانها. مثلا انا عندي في المين سايد بار مكان واحد بس.
مثلا في الفوتر انا عندي مكانين، لو انا اخترت مثلا مكان رقم واحد وعملت سيف واتجت، هلاقي ان الاركايف اتضافت في المين سايد في الفوتر مثلا. انا ضفتها في الفوتر بقت رقم واحد، عارف انت يعني ايه رقم واحد في الترتيب، يعني مش اتنين، كانك بتحاول تسحبها وتنزلها لتحت. ودي ممكن انت تعملها اديت في الاوديو، ممكن تعملها اديت عايز فيها ايه، انت ما مش عايزها رقم واحد، عايزها مثلا رقم اتنين، هتعمل مثلا سيف هيروح مرجعك بره وتلاقيها بقت تانية من تحت. ده بيسموه زي كده ايه الوضع الاكسسبيلتي مود، وضع يعني بيخليلك الدنيا سهله كده، عارف اسهل انك تقدر تسحب وتشد والكلام دوت والامور دي. طبعا انت ممكن تعمله ديسيبل علشان ترجع للوضع بتاع السحب والالقاء. والجانب التاني ممكن تعمل مانج لايف بريفيو. في المانج لايف بريفيو خلونا هيدخلني على ايه، على الكاستمايزيشن. تمام، جيس وات، انت لو فهمت القصه دي تبقى انت فاهم ووردبريس صح، فاهمني؟ في ساعتها بقى هيروح موديني على الكاستمايزيشن علشان اعمل كاستمايزنج في الويدجتس بس بايدي انا على اللايف بريفيو. ها، وبعد ما اخلص هبتدي اعمل ايه، سيف وببلش والكلام الفاضي والحاجات اللي انت بالك فيها دي. طب نستنى الويزرد بتاعه وهنلاقي ايه. اصلا ادي الويدجت، ففي الويدجت بيفتح لي بقى ادي الويدجت بتاعك. في المين سايد بار انت عايز تضيف اد ويدجت، فبيفتح لك مجموعه الويدجتس المتاحه ان انت تضيفها. فور انستنس بوست، الحاجات اللي كانت موجوده من شويه مثلا في فيديو، اضغط عليها تلاقي اوتوماتيك ده اضاف لك الويدجت وانت بتشوفه قدام منك وبتمنتج عليه في اللايف بريفيو. ادي ادي الفيديو، وفي الفيديو بتختار التايتل وبتضيف اد الكلام. بعد ما خلصت بتعمل سيف وببلش وبتلاقي الامور تمام وشغاله معاك. تمام، انا عامل ليف علشان ارجع مره ثانيه للقصه دي. ده تلخيصا كده الموضوع الويدجتس، او اللي بنسميه اجزاء معينه من اجزاء معينه من الصفحه بتحاول تضيف فيها بلوكات معينه. اخذنا نظره بسيطه عن كل الويدجتس المتاحه في السيم اللي احنا شغالين عليه اللي هو 2011، الفيديو والتكست والسيرش والريسنت كومنت والريسنت بوستس والبيجز والايمجز كاتيجوريز كالندر اركايف والاوديو وشويه الحاجات دولت اللي هم المور كومون ويدجتس اللي راح نلاقيهم في اماكن مختلفه. سعيد جدا اني كنت موجود معاكم في السيريز بتاع الويدجتس، ودايركتلي راح نروح على المنيو. ما تنسونا من صالح الدعاء، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اوعى تنسوا تتفرجوا على فيلم انسبشن. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.